السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. شهيد لبناني يتكلم عن الجزائر والرئيس الجزائري سيد عبد المجيد تبون ودورهم في القضية الفلسطينية، تابعوا معنا هذا الفيديو. السلام عليكم. فضلا وليس امرا، وزعوا لنا هذا الفيديو للعدو قبل الصديق. بارتاجي هذا الفيديو للعدو قبل الصديق. من هنا نبدأ. بسم الله يا جماعة، نحن في هذا الوقت كلنا مقصرين في حق أهلنا بغزة، كلنا موجوعين على أهلنا في غزة، وما بيعلم فينا غير رب العالمين. ولكن نحن مش خاينين، نحن لست بخونة الأوطان. هذه هي المعادلة اللي لازم الناس تعرفها لبعض الأبواق العفنة. يعني نحن فينا نقول مثلا يا خي الجزائر مقصرة، أكثر الدول العربية مقصرة، ولكن هذا الراجل بحاول يعمل حاجة لفلسطين. ما فيك تحطه بكفة الميزان مع هدول الخونة. هدول خونة، هدول خانوا فلسطين وخانوا الله وخانوا رسوله. هدول أبواق العفنة أصحاب الصهاينة. أما هذا الراجل لا، حرام تظلمه وتحطه مع هدول الأندال. هذا تاريخه مشرف وبلده تاريخه مشرف، ودائما والله العظيم وكلكم بتعرفوا حق الله أن الجزائر دائما مع فلسطين ظالمة أو مظلومة والله. ولكن تكالب الأمم والاتفاقيات والمخططات الصهيونية لأجل أنه بده يوقعوا الجزائر من أجل لا تدخل بقضية فلسطين. ولكن أنا واثق أن الجزائر تتمنى أن تحارب داخل غزة وأنتم عارفين، ولكن الضغوطات والعمليات اللي عم بتصير. أما هدول خونة، هدول ما فيك تحطهم بكفة الميزان مع هذا الرجل. هذه هي الحقيقة، والسلام عليكم.